الحق وبه يعدلون. في هذه الآية يشير الحق تبارك وتعالى إلى أنه خلق أمة تهدي بالحق وتعدل به. هذه الأمة وظيفتها أن تهدي بالحق، أن تهدي بالله فالله هو الحق، أن تهدي برسول الله فرسول الله حق. تمثل الحق فيه حينما دخل مكة وأشار إلى الأصنام وقال: وقل جاء الحق ممثلا في صورته صلى الله عليه وآله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل. يقول الحق تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. في هذه الآية يشير الحق تبارك وتعالى إلى أنه خلق أمة تهدي بالحق وتعدل به. هذه الأمة وظيفتها أن تهدي بالحق، أن تهدي بالله فالله هو الحق، أن تهدي برسول الله فرسول الله حق. تمثل الحق فيه حينما دخل مكة وأشار إلى الأصنام وقال: وقل جاء الحق ممثلا في صورته صلى الله عليه وآله، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل.